الكهرباء في القرية. يسير المغرب حثيثا في تغطية مجموع القرى والتجمعات السكنية بالأرياف بالطاقة الكهربائية. ولقد تحول المعيش اليومي لسكان هذه التجمعات كبارا وصغارا، ذكورا وإناثا، بفضل مد الكهرباء إليها. فبالإضافة إلى يسر التنقل والشعور بالأمان والسلامة لدى السكان القرويين، يشغل هؤلاء مختلف الآلات والأجهزة من تلفاز ومذياع ومدفأة وثلاجة لتبريد الأطعمة وحفظها، كما يحصلون على الماء الساخن في الحمامات وغيرها من الخدمات. والأهم من هذا وذاك أن الكهرباء تتيح لأطفالهم مذاكرة دروسهم ليلاً بفضل الإنارة التي تعم البيوت. والكهرباء هي طاقة نظيفة غير ملوثة، ولكنها مكلفة. وكم يكثر اللجاج حول فاتورة الاستهلاك الشهرية في الأمسيات والجلسات العائلية. ولتخفيض الكلفة يتعين الاقتصاد في استهلاك الكهرباء.